تعودنا عليه كل عام تقريبا لازم يجينا البلاصه هذه كرسيه حاضر يغني يضحك يحكي احيانا دمعته تهبط فنان شعبي قريب من القلب للاسف نهار 30 جوان غادرنا خلى صدمه كبيره عند الناس اللي تحبه وما اكثرهم اليوم باش نحكيه وباش نذكره باش نكرمه زادا كيف كيف الفنان هذايا نستقبله بحب كبير مدام سونيا أرملة الفنان القدير الراحل أشرف خاينة. مرحبا بيك. مرحبا مدام. شعورك كيد البركة فيك؟ عايشك شرف ديك كيد 30 جوان توفى أشرف استوعبت غيابه إلى حد الآن ولا لا؟ ما تنسيش أشرف لسه كبيرة ياسر و... ما تنجمش تنسيه مستحيل نجمش أشرف ديما حي بالنسبة لينا ما ماتش ديما حتى اللي نخلط عليه إن شاء الله ربي يطول في عمرك قبل 30 جوع تعب صحيا والله مش برشا هذي ما مرض نورمال كاي انسان عنده انفكسيون طلع له سخانه ولا هو مش مرض هو وقت مرض تضرب بالكورونا وهو يقول لي عندي سخانه تضربت بالكلمات الجاية وهي وقتها كورونا ما فقتش بها انا بيه خلينا نبداو لحظه بلحظه اول ما بدا يتقلق كيفاش؟ شيل الفرح وروح قال لي عندي برد وسخانه انا متعوده بيه ديما كيكا يقول لي مريض وعندي برد وسخانه وكل خذيه معناها كلمه هكا ورقد ما رقدش هو بيت الليله كيما يقول لي عندي سخانه ما عطيتهاش امي خاطر ديما اشرف تطلع له سخانه ديما عنده انفكسيون تعمل له سخانه ومن بعد مشى من غدوه يخدم مشى بالسيروم مشى يخدم مشى يخدم هو بالسيروم اي خاطر الطبيب زاد حتى الطبيب الله يسامحه خاطر هو نورمالمون يعمل له تحليل الطبيب عطاه 60 زريقه قال لي خذهم له باش ينحيوا له الانفكسيون مشيت خذيت له وعملت سيغ كوموند 60 زريقه جاني الفيرملي للدار باش زرق له نهار الاولاني ما لقاوش عنده العرق اللي كيف نحن هكا هو ما عندوش هكا من غدوه قال لي هزني الكلينيك خلينا نزرق في الكلينيك خاطر بصحته معناتها خاطر بصحته اللحمه ما العرق هذا نتاع نحن ما عندوش اي هزيته للكلينيك قعد 4 أيام في الكلينيك هكا وقعدوا يزرقوا له حتى في الكلينيك ما عملولوش التحليل. ما عملولوش تيست بي سي ار؟ حتى الكلينيك ولا حتى حد ولا الطبيب نتاعو. وعلاش ما طلبتش انت بيه ولا هو بيه؟ ما جاتش لبينا الحكايه خاطر شاف ديما ممرض راهو هو. عنده ساعات تجيك من الخدمه ساعات قريج موتور ساعات يقول لي عندي انفكسيون كل مره ممرض هو. اي اما توا واحد تطلع له شويه سخانه اول حاجه يعملها تيست بي سي ار. اما الانفكسيون هي زاد اللي عنده في حشك في مجرى البوله هذيك تعمل انفكسيون تعمل سخانه برشا. اي هكا من الكلينيك من بعد في السبيطار احنا عرفنا اللي هو عنده هي وقتها سي بديت خذيت فيه راهي المرضى سي الرويري ضربت خاطر يكح في كحه فقت بيه انا قلت له شوف الكحه هذه ماهيش تاع قال لي الكليماتيزير تاع الفرح باقي زاد هو مش مصدق اللي مريض بكورونا به عملت التيست نتاع الكورونا طلع تحليل ايجابي اه هو وقتها هو في الارجانس وقتها عرف انه هو مريض بالكورونا اي عرف بالكورونا قال لي وشو قال لي روح بيا نحب نموت في الدار قلت له صلي على النبي يا اشرف قال لي والله نحب نموت في الدار بربي سونيا روح بيا يا اخي انا كلمت الطبيب قلت له نجم نروح بيه وناخذ له معناها ناخذ اباري وكل قال لي لي ما هو كان الاكسجين تاع الارجونس يعملوا له بالاباري قال لي يلزموا الاكسجين اقوى قال لي لازم دخلوا لداخل دخلوه من نهار تدخل ما عاودناش ريناه ما عاودش شفته شفناهش اما هذي راهو زاد حتى الموت اشرف راهي اشرف في الاخر دقيقه انا معاه 97 اكسجين ومن بعد يقص الضوء من العشر ما يساعد على الليل من العشر ما يساعد على الليل توفى اشرف كي قص الضوء خاطر احنا روحنا والناس الكل تعرف اللي احنا روحنا اشرف لاباس خاطر الطبيبه قالت لي من غدوه راهو اشرف باش نحيو نفيقوه من الغيبوبه فهمت 97 اكسجين عنده قبل بنهار قبل بنهار ليله اللي مات العشاء ما يساعد على الليل كي
كيف خليته في السبيتار اخر اخر تصور حالته هو كيفاش؟ هو لاباس حتى اللي يخرج ويدخل السبيتار ويشوفه يقول لك لاباس، حتى اللي لاهين به حتى يقول لك راهو لاباس. وقتاش فقد الوعي؟ ما فقدش الوعي، هما حطوه في غيبوبه، هما حطوه خاطر كي نقبوا له لهنا باش الاكسجين يمشي في الرويلي باش يخدم له، يلزمو يكون في غيبوبه باش ما يضرش القلب. لكن قبل بوفاته بنهارين الانترنت تعبت بالتعازي، هو حي وقت مازال على الوفاة نتاعو، معناتها الناس الكل نشوفهم حتى فنانين واعلاميين يهبطوا. اي برشا هبطوا، بعض قدموا الاعتذار وطلبوا السماح شوش، ما تنجم تقول لهم شيء وما تنجم تعمل شيء. الناس كل كيما اي انسان يسمع بواحد مات، وانت تعرف عبد فنان ولا معروف وكل شيء يقولوا فيه يقولوا هاو مات هاو. اما اشرف وقتها حي لاخر دقيقه، انا روحت من السبيتار 8:30 تاع الليل، خليته لاباس عليه، معناها حتى اللي خرج لي المعلومه اللي هو لاباس وقلبوه على ظهره، قلبوه على ظهره وعمل الدياليز، يعمل يعني في الدياليز هو وقتها يزور الدياليز، نهلوا لين يتعب في الدياليز ومن بعد قعد رجعنا نورمال. هو من قبل يعمل في الدياليز؟ لا عمره ما عمل، ما عنده حتى مرض اشرف، راهو تسمع كلام حتى حد، ما عنده حتى اشرف شنو عنده؟ اشرف هذيك الساعه السمنه هذيك كان انت ما تعرفيش، هو ماكل خرزه، ماكلينه خرزه. اش معنى الخرزه هذيك؟ من عسك اللي يسمنوا بها تاع على شكل خرزه يسمنوا بها، يسمنوا بها العبد هذيك كليها في وكلوه له في غلطه. اشرف ما كانش هكيك، راهو ما عنده حتى مرض، وليت حتى الغدد ما عنده، شريت عنده تحليل ونجيب لك تحليلات وكل، لا عنده غدد لا عنده حتى شيء. والماكله زاد حتى الماكله مش وكيله راه. اي اش معناتها خرزه وكلوه له في غلطه؟ خرزه وكلوه له. شنو هي الخرزه؟ خرزه يستسمن العبد. شيء حرامش؟ ليه هي تاع بقري هكيك ولا تاع تسمنوا بها العبد، خرزه اسمها يعرفوها برشا عبيد معناها. اي هذيك اللي سببها هي في اسمها. في البقري وكليها عند زازار زيد هما، ويعرف هو حسب الله ونعم الوكيل فيه باش يقول له. هي حاجه في المراره، قال لي تحفه حاجه في المراره نتاع البقري وكلوها العبد. اي وكلوها العبد يحلوه برشا، وهو يسمع فيا حسب الله ونعم الوكيل فيه. اه؟ يقول لي مرض انت ريتو كيفاش ولا معناها. اما اشرف ريتو انت بريود العام هذيك ضعاف ووقتها معناها كيفاش ولا من بعد. وفهم حتى شكون اللي راه مش نكذب عليه ولا خاطر فهم عبيد ما تخافش ربي. شو عملوا هيلو بسوء نية؟ ايه باش يحاربوه فنيا ولا؟ فنيا وعلى شو مش يحاربوه؟ هو رجل طيب، ما انت تعرف هيدي اشرف ما عمره ما ضل حد غير يتمو ولد وكهو. اشرف ما يضرش العبيد، ما عندوش مشكل مع حتى انسان. بربي خليني نرجع للاشاعات اللي خرجت ونحكي معاك بصراحه حتى شنو يحكي. قبل بيوم من وفاته فنانين شعبيين بالاساس نعرفهم حتى قراب من 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 اشرف هبطوا انه اشرف توفى. نيجي هو زيد ولا هو نيجي بالنجمة هو اللي هبطها الحكاية، وأنا طلبته وقلت له معني قلت له علاش تهبط، وحكيت معه بعد طلب مني الاعتذار الحق تاع ربي، وقال لي سونيا أنا راني سمعت كيما الناس وهبطت كيما الناس وبرشا فنانين مش نيجي بركة وبرشا ناس. أي معذور نيجي لأنه إذا سمع يقول لك الواجب نتاعو يقول قال لي أنا قلت له أنا وقت عملت له بلوكاج من على الميسنجر وهزيت التليفون قلت له نيجي حتى كان أنت معناها في بالك ما تهبطش هكاك على ولده وعلى على عائلته وعلى امه مريضه. قال لي سونيا سامحني ومعني طلبنا السماح من بعضنا وخيين وتنجمش كيفي حتى حد، ما عندي معاهم حتى شيء. انا كذبت قلت لهم راهو اتصلت بالطبيب نتاعو والطبيب نتاعو قال لي راهو لاباس عليه. كلهم يقولوا لاباس لاخر دقيقه اشرف راهي موتو ماهيش عاديه. طلبوني بعض الفنانين قالوا لي لا راهو توفى فعلا وراهم يخبيو على العائله باش ما تصيرش صدمه للعائله نتاعو. لا لا ويستناو في الصباح وقتاش يجي. احنا نقعدوا للصباح احنا وفرقته واصحابه وبرشا ناس وقفوا معايا كثر خيرهم. اما احنا 24/24 في السبيطار ما نروحوش، نبدلوا على بعضنا، يجي خدمته فرقته تجي يصبحوا يروحوا فرقته، يجيوا اصحابه يروحوا، يجي عائلتي تجي عائلته، معناها الناس كل معناها 24 ما نروحوش واحد السبيطار، ديما تلقانا الدنيا معبيه.
ما كنتش حاطه في بالك انه الموت؟ لا الموت لا، مستحيل مستحيل الموت لا. قلت يمرض، يمكن هكا في حتى في مش على المرض، يمكن يمرض يعمل اكسيدون تصير حكايه حكايه. ما موت لا، ما فاش راهي موت اشرف. موت اشرف راهي أنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل في برشا عباد، واللي ما خافوش ربي واللي وصلوا للحالة ذيك. موتة أشرف هي موتة كيفاش توصفها؟ نوصفها ماهيش عادية. تحط عليها نقاط استفهام؟ أي. ونحطوا نقاط تعجب؟ خاطر أنا برشا حاجات ريتهم في السبيطار، ريتهم كيما ترى حاجات في الكواليس، معناها ما تصور. فما عباد ما كانوا وصلوا ما جاونيش. وهما في نفس في البلاصه اللي فيها اشرف وفيها احنا وقريب برشا وهو بعيد برشا وصل ما فهم برشا حاجات. فسر لي ما فهمتش. نجم شادي فسر لي، ما تسميليش فسر لي. ما تسميش معناها فما عبيد في تونس ريتهم هنا بحث سبيطار وبحث قريب بالراجلي وقريب بالانتوراج تاع الطب وكل، وهما ما عزونيش في راجلي وما ما جاونيش وما برشا حاجات برشا. انا كي رجع روحي معناها نقول فما حكايه. تصدمت وقت اللي عرفت خبر الوفاه؟ تصدمت انا. قلت ان شاء الله يكون اشاعه خبر الوفاه، ما كل الاشاعات اللي قاعده تخرج في الساعات الاخرى. قلت خاف على يوسف برشا هنا. يوسف متعلق بوه. قداش عمره يوسف؟ ديسمبر يعمل 11 سنه. يمشي معاك للكلينيك والسبيطار ولا ليه؟ ما يمشيش. في دار ماميته ما هزيتوش بكل. جاي مع ماميته وقت اللي يبوه توفى، وقت اللي كلمنيهم قلنا له ما شفت توفى جاي، قعد مصدوم انا ولدي لتو ما بكيش، لتو ما بكيش على ابوه، يقرا كيف في القران على ابوه هكا ولا يمشي له للجبانه، والناس تعرف اليوسف متعلق ببوه برشا 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 زيدا. ربي يرحمه. ايش كيد اشرف كان قريب من الفنانين، ما عندوش عادي، ما عندوش حتى عادي وما حتى حد يسمعوا فيه الكل. اشرف يحب الناس الكل. اشرف بري هو بطبيعته عاقل راهو، حتى في لونتراج العائله يعيش هكاك راهو ديما وحده، حتى في الدار ديما وحده راهو. لكن اشرف عنده برشا اصدقاء من الوسط الفني. فماش اصحاب هيدي، اصحاب تاع خدمه كهو، فما اصحاب ما عنده حتى صاحب. صاحب تاع خدمه هي عباره ملطفه نتاع اصحاب مصلحه. ده باش يطلع سين يغني ويروح على روحه صباح الخير صباح الخير خلص خلصني وبسلامه. ما عندوش صحاب. انا توا عرفت اللي اشرف ما عندوش صحاب. اللي هو انت تعرف هادي يرمي روحه على الناس الكل، حنين على الناس الكل. اليوم مرض ما يخليش من روحه، معناها باللي يقدر راهو، مش نقول لك باللي يقدر. اما احنا الحمد لله مش طامعين في العبيد، اما على الاقل ما قد خاطر كي تسر على يوسف ولا تراب العشره اللي انت واشرف، ولا تقول راجل راهو طيب راجل. شكون يسال عليكم؟ حتى حد. يسالوا علي البرا صحابو في المانيا في سويسرا في فرنسا يطلبوا يسالوا كهو. اما ليت الاصحاب تاع اشرف كل ما عندوش حتى صاحب، حتى صاحب زاده يسألوش عليه لعي. انا مش مخصوصة، انا مش ماديا، انا الحمد لله ماديا ما خلانيش والحمد لله، ونعيش ونعيش ولدي لاباس حتى لاخر لحظة. اما حتى بالكذب تهز تليفون تشحوي ليوسف ولا وينو يوسف ولا اش عامل ولا رجع يقرا ولا كهورة، مش طالبة من العبيد حتى شيء. شكون كلمكم في العيد؟ لطفي بوشنيق نشكره برشا، وان شاء الله ربي يفضله فضله صغاره. قام بالواجب. صحابوه في عنده في المانيا وفي فرنسا زيدا بعثوا له معناها فلوس، وواحد في سويسرا زيدا منظم حفلات زيدا صاحبوه. الفنان لطفي بوشناق بعث علوش؟ اي بعث لي، اي بعث لي، بالرغم من انا خذيت وحشمت منه خاطر ما حبيتش انا ما نحبش خاطر مش مسلس ولدي ياخذ له كان بو، وخذيت له بفلوس بو، وزيد هو زيدا بعث لي مسكين كثر خيره نشكره برشا. ماهيش فلوس الدنيا هيدي، ولا هاو ميت هز معاه هاو بنيه وعمل له خلى هسه كان فعله العبد راهو كان تيبت قلبه، والعبيد تبكي عليه. فما رجال تبكي عليه لتوا اشرف، العبيد ترحم عليه كل دقيقه كل ساعه كل لحظه.
هو مشي خفيف قدام ربي شهيد ما عنده ذنوب اما هما بينهم وبين خلقهم انا ما نسامحهمش قدام ربي خاطر يتمولي ولدي صغير كهو. هذيك مشيئة الله وهذيك ربي شحب هذيك ربي شحب انا نتصورك امراه مؤمنه ايمانك بربي كبير الحمد لله ونعم بالله الحمد لله الحمد لله وخلى سمعه باهيه لانه لا سمعنا عليه حاجات ولا هكا ولا هكا انسان معناتها الحمد لله غيابه يوجع يشوي على الاخر ما نجموش نسوي حتى دقيقه احنا حتى باش مد كيس تقول هذا تاع اشرف هذا اشرف كان هكا معناها تصور انت راجل كان في دار يدور بعد هيك تكون تقاش كفوف الدنيا قويين عليك بعد شهرين الوالده زادت توفيت امي توفيت اشرف مات لو 30 الله يرحمها وامي مات لو 30 اوت هو 30 جوان امي 30 اوت امي مات بالحسره على اشرف خاطر تحبه برشا خاطر تحبه اكثر من ولده اللي جابته ماتت بعده ماديا قلت لي امورك يا الحمد لله يا ربي الله ان شاء الله في الجنه وما خلانيش لحتى حد ومانيش ناقصه حتى شيء الحمد لله قري ولدي ونعيش وعاز قراي وعاز مكتب ولاباس به ما نستحق لحتى حد باش نشوفوا فكره عملتها هي استجابه المطلب والحلمة كان يحب يعملها اللي هي مكتب شو هو البيرو اللي عملته؟ متعهد حفلات متعهدة حفلات أي أمور قانونية عملتها بوراقي ونسك الناس القرويشي يعاوني برشا بوراق راجلي زادة بطاقة الاحتراف تاع أشرف وراق ومعناها حليت بيرو وعملت أمور قانونية معناها في تونس وخارج تونس اللي عملتها مشينا للبيرو نتعرفوا على الحلمة اللي كان حب الراحل أشرف الله يرحمه البلاصة اللي حبها هو والبلاصة اللي حبها وين حدث؟ في المرسى في المرسى هذا المشروع اللي حابب تتحققه مدام سونيا استجابة لوصية الفنان أشرف اللي خلف ما ماتش هكا تقول المثل الشعبي يوسف ولده نتذكر مره الله يرحمه جابوا معاه وعملوا كيديو صغير اليوم يرجع وسمعت بفرح كبير انه يوسف عمل اغنيه خاصه وسجل اغنيه خاصه ونستقبلوا يوسف مجروح يا ما والحب يا طال ما جديت وثنيت يا ما سكان زمان المر عيد فرق الصغر سيب يا ما وجاني والدمع سكن العين العين ما ودعني ما ودعني ما ودعني اي 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 يما
شحال عمرك يوسف؟ الحمد لله. تقرا وين تو؟ سيزيام. 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 ان شاء الله ربي ينجحك، ربي يوفقك. تحب تولي فنان؟ بالطبيعه، ذاك غرامي. هي قرايت. غرامي. القرايه؟ القرايه بالطبيعه الاولى هذيك. هذيك الاولى؟ والفن هوايه. عندك برشا شبيهه من الوالد الله يرحمه. الغنايه. كيفاش تولدت الاغنيه هذه؟ شكون كتبها لك؟ شكون لحنها لك؟ كيفاش سجلتها في الاستوديو؟ هي اغنيه بوه. هي اغنيه المرحوم. اي؟ انا عودت عند عم شكري حواله. نشكره شكري حواله زيد كثر خيره. نشكره زيد عايشه. وكا انا عودت نتاعو هو انا عودت. علاش تحب تولي فنان؟ هي انا مغروم بها ملي انا صغير عمري 3 سنين ولا عامين هزني معاه الاستديو مع صاب المعرملي الله يرحمه رياض خوه مشيت يدرب كولي وانا غني وقت صغير الكلام مانيش ننطق فيه بالصحيح هو حي نشد نقعد بحذية نشد الكاسك نحط المزود نقعد الدندن وحدي نخرج نشد الدربوكه ونقعد ندربك ونغني
هذا غرامي ملي انا صغير مغروم بيه. تحلم باش تكون فنان وباش تعمل اغاني وباش تعمل كليبات؟ ورغم اللي برشا شباب توا كليب دي الغرام تاعهم بالفن الشعبي ينقص، تلقاهم بالراب. بالراب اكثر. انت الراب اكثر هو. الراب انا نسمع الراب الحقيقه باش ما نكذبش، نسمع الراب، نسمع مثلا سنفرة، نسمع بالتي، نسمع علي برشا، نحبهم برشا نسمع. اشرف خلى برشا مزيكا، خلى برشا غنيات، خلى برشا خلى غنيات ما خرجوش، نزلوا خلى اربع غنيات وخلى اي خلى بدي فيهم وخليهم تيموا. اي تيموا كهو الغنيات هذوما باش يخرجوا مستوى مستوى يكبر يوسف شويه، يكبر يوسف شويه كمل قرايته من بعد يعمل. فما غنيات نتاع اشرف زاد الناس طلبوك فنانين باش يعاودوا؟ طلبني رشد ماجد ايه؟ عظم لي الاجر ويحب يغني يعاود خاينه هو يوسف، وطلب مني اغنيه اخرى خاطر اشرف هو مدير اعماله، هو اللي كلم اشرف وقتها حي قال له فما اغنيه باش يعطي باش يعاود يبيعها له. ايه يا اخي اشرف وقتها قال له كي نطلع لفرنسا عنده حفله في سبتمبر في بيلو. يا اخي ما سهلش ربي، قال لك عظم لي الاجر وطلبني على يوسف، قال لي نعاود مع خاينه ويحب على الاغنيه حب يعطيه له اشرف. قلت له مش وقته معناها تو ان شاء الله ربي يسهل. اما راشد الماجد أيه؟ وقت اللي كان معايا الله يرحمه اشرف كل اللي حس روحه كانه تظلم فيها الصفقه نتاع كيف هي ماهيش برشا فلوس راهو اي كانوا تظلم معناتها هي توكيل راهي ماهيش معناتهالوش عملوا أيه؟ توكيل عندي التوكيل تو معناها اشرف عملوا توكيل معناتهالوش وقتها في فرنسا باش في حفله عملوا توكيل بحكايه معناها مونتون حكايه فيها ما نجمش نكمل الحوار هذايا من غير ما نسمع حاجات لأشرف. بعد إذنك نستقبل صوت مغروم برشا بأشرف علي طرابلسي، نستقبله بحب كبير علي. خاينة وما تنسى فيه اللي خاب ظني فيه، لازم من بالي نمحيك يا الغدارة. خاينة وما تنسى فيه اللي خاب ظني بيه، لازم من بالي نمحيك يا الغدارة. لازم ننسى ننسى اللي كنت نحبك كوني بنار شفاك بعد محتاج الغربة. لازم ننسى ننسى اللي كنت نحبك كوني بنار شفاك بعد محتاج الغربة. طريق اللي اختيه انت اخترتيه، كنت حبي خنتي عغدي، كنت اللي بقلبي لعبتي يا نكارة. طريق اللي اختيه انت اخترتيه، كنت حبي خنتي عغدي، قلبي لعبتي يا نكارة. خاينة وما تنصى فيه يا الغدارة. اخترت اللي جرت وبعت ايام المودة، رميت وسط البحر الحب اللي كان من مدة. اخترت اللي جرت وبعت ايام المودة، رميت وسط البحر الحب اللي كان من مدة. ما زال جرحك في قلبي حي، يلي بعدك يكوي كي حتى البخ اضطر علي ما لقيت دبارة. ما زال جرحك في قلبي حي، يلي بعدك يكوي كي حتى البخ اضطر علي ما لقيت دبارة. خاينة وما تنصى فيه يا الغدار. خاينة وما تنصى فيه يلي خاب ظني بيه،
لازم من البالي نمحيك يا الغدارة خاينة وما تنصى فيك يلي خاب ظني بيك لازم من بالي نمحيك يا الغدارة يعطيك الصحة ماشي مغروم انت بيها مغروم مغروم باشرف برشا اشرف اخونا وصاحبنا ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ربي يخف عليه ضرب ثقيله وعباره يعني واحد منا عباره انسان غاب علينا ان شاء الله ربي يرحمه ونحن رانا نحبوه ديما في قلوبنا ما ننساهوش لان يعطيك الصحه محلى صوتك محلى احساسك عايشك ربي يخليك عايشك مدام يعطيك الصحه عايشك يوسف يعطيك الصحة مبروك غنيتك الجديدة عايشك وإن شاء الله ترجع لنا وترجع لنا بالبومات وبغنيات وبكليبات كيف كيف زادك إن شاء الله عايشك عايشك هادي خلي لي كلمة الختام كلمة الختام نشكر الفنانين الكل اللي عاونوا أشرف بعد في كملوا له سهرية نتاعو كثر خيرهم وكا ربي يرحم عايشك وربي يصبركم ان شاء الله يا ربي يوسف ترى فيه المستقبل وانا راه فيه المستقبل بارك الله التربيه وقرايته والهوايه نتاعو ان شاء الله يا ربي عايشك. ينجح ويتالق ان شاء الله نشكركم برشا يعطيكم الصحه بالتوفيق عايش عايش, عايش. عايش. عايش.